عايز برضو، احنا لسه هنتكلم عن 2006 دلوقتي باستفاضه واخر الاستعدادات للموسم الجديد، وشايف شكل المسابقه ازاي والصعوبات وكل الكلام ده كله. بطلت بدري عشان الاصابه، بعد كده سافرت امريكا. كانت بدايتك في التدريب بقى كانت في مصر هنا، ولا لما سافرت امريكا بدات هناك تدرس بقى التدريب وتتولى فرقه هناك كابتن سامي؟ لا، هو انا عملت يعني حوالي 3 عمليات رباط صليبي غير الغضاريف والحاجات الصغيره التانية، فدي طبعا اثرت عليا جدا جدا. كنت حابب جدا فكره ان انا اكون يعني حابب ان انا كمل في الملعب اكمل لا كتدريبيا كنت حابب من وانا بلعب في اخر سنتين كويس. ثلاثه اللي هي كنت حابب ان انا اكون اسلك السلك يعني التدريب. تدريب وانا عندي حاجه ان انا اول ما بط يعني بطلت رحت امريكا، كنت فاكر ان انا 30 سنه ساعتها، ولعبت في دوري اسمه اوفر 30 ليج، يعني دوري فوق 30. ومن خلال الدوري ده شفت بقى يعني اتعرفت على ناس كتير، ودول كانت بدايه ان هم حطوني على اول الطريق في التدريب هناك. دربت بقى فرق ناشئين وشباب وفريق اول، وكانت ميزه طبعا ان انت بتحتك بثقافات مختلفه ومدارس تدريبيه مختلفه، فطبعا يعني ساعدتني جدا جدا ان انا اخد خبرات كتيره في ال3 4 سنين اللي قعدتهم هناك. وبعدين رجعت بقى بدات اشتغلت في وادي دجله سنتين، ومنها بقى 10 سنين في السعوديه.